الحمد لله حمد الذاكرين، وأشكره يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله الطاهرين وأصحابه الأخيار الطيبين. أما بعد، فمعاشر المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بالتحية الأعلى، تحية أهل الإسلام، تحية الناس في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يخلق الملائكة من نور، وأن يجعلهم عبادا مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم، وشاء أن يخلق إبليس من نار، وجعله مع الملائكة في السماء وليس منهم، وشاء أن يخلق آدم عليه السلام ليكون خليفة في الأرض، يعمرها بالتوحيد والسنة، يعمرها بالخيرات، يعمرها بالصالحات، فقال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. فكان جواب الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لم يكن هذا الجواب اعتراضا، ولكنه كان جواب خوف من الفساد، فكان جواب الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق آدم عليه السلام، خلق آدم عليه السلام وعلمه الأسماء كلها ليري الملائكة فضله، فقال لملائكته: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فإنهم لا يعدون ما علمهم الله عز وجل. فأمر الله آدم أن ينبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين لهم فضل آدم عليه السلام، وأن الله يعلم ما لا يعلمون. ثم أمر الله عز وجل الملائكة ومعهم إبليس أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين وتكبر، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأمر الله عز وجل إبليس بأن يهبط وأن يخرج، فقال: أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني يعني أخرني إلى يوم يبعثون. لماذا طلب الإنذار؟ هل ليتوب؟ هل ليعبد الله لعل الله أن يعفو عنه؟ لا أبدا. قال ما يريد بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس تعهد بين يدي الله عز وجل أن يأتينا من كل ما يستطيع. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراط الله المستقيم هو الذي بينه الأنبياء، وخير بيان وأكمله هو بيان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي أكمل الله عز وجل له الدين وأتم به وعليه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني آتيهم من كل ما أستطيع بطرق متنوعة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس عدونا، فأهبط الله عز وجل آدم عليه السلام مع زوجه حواء تائبا مرحوما، وأهبط إبليس ملعونا مرجوما، وجعل إبليس عدوا لنا. فإبليس عدونا، فيجب أن لا نغفل عنه وأن نحذر منه أشد الحذر،
لأن أمره شديد وكيده ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقلب صفية رضي الله عنها أم المؤمنين مر صحابيان فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية. قال أو عليك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الليل وكان معتكفا وخرج يقلب صفية رآه صحابيان فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما لا تسرع إنها صفية إنها زوجتي ليست امرأة أجنبية. قالوا أو عليك يا رسول الله؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذكياء فهموا المراد فقالوا أو عليك يا رسول الله؟ أنا شك فيك يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالشيطان يجري منا مجرى الدم يسعى لإغوائنا. وقد قال العلماء إن الشيطان يشام قلب العبد فينظر في قلب العبد فينظر ما يخاف منه أو يحبه ويأتيه من هذا الطريق. فإذا رأى في الإنسان ميلا إلى التدين ونحو ذلك حاول أن يأخذه إلى التشدد فيكون خارجا عن الصراط المستقيم بالغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. بالغلو كأن يكون من الخوارج الذين لهم قرن في هذا الزمان يقال له داعش، وكلما ظهر لهم قرن قطع، أو يكون من القدرية، أو يكون من نفاة الصفات، أو يكون من المبتدعة أو غير ذلك. وإن وجد في قلب العبد ميلا إلى الشهوات وحبا لها رغبه في الشهوات حتى يوقعه في المعاصي. بل ذكر أهل العلم شيئا عجيبا، ذكروا أن الشيطان من مكره بالإنسان المسلم قد يدله على الخير إذا علم أنه سيوقعه في الشر بسبب هذا، أو أنه سيفوته خير أعظم. فإذا علم أن الإنسان إذا قام في الليل يصلي سينام عن صلاة الفجر يحاول أن يشجعه على قيام الليل، لأن قيام الليل نافلة وفوات صلاة الفجر في وقتها معصية، فيحاول أن يشجعه على قيام الليل من أجل أن ينام عن صلاة الفجر. فقد يأتي إبليس إلى الإنسان يرشده إلى شيء من الخير من أجل أن يوقعه في شر، أو من أجل أن يفوت عليه خيرا أعظم. بل قد يأتي للإنسان ويأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يعلم أن هذا سيؤدي إلى منكر أعظم. وإنكار المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم منكر. ولذلك ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتار يشربون الخمر، فأنكر بعض أصحابه عليهم شرب الخمر، فأنكر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينكر عليهم، كأنه قال دعهم. لماذا؟ قال لأن هؤلاء يشربون الخمر، فلو نهيتهم عن شرب الخمر لذهبوا يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم، وهذا أعظم من شرب الخمر. فيترتب على هذا الإنكار منكر أعظم، فيكون هذا الإنكار منكرا. قد يأتي إبليس إلى الإنسان ويقول له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقوم وينكر بيده حيث لا يجوز الإنكار باليد، أو بما يؤدي إلى فتنة وشر أعظم أو نحو ذلك، ولهذا يرغبه الشيطان فيه. ولذلك يا أخوة ينبغي علينا أن نحذر من مكر الشيطان وأن ننتبه وأن لا ننزلق. وإذا زلت القدم فعلينا أن نكون من التوابين الأوابين وأن نرجع إلى الله عز وجل. والله يفرح بتوبة العبد، الله يفرح بتوبة العبد إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويبدل سيئاته حسنات، يبدل سيئاته حسنات. جاء في الحديث
أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لملائكته: اعرضوا على عبدي سيئاته وله كبائر، فتعرض عليه الملائكة الصغائر فيخاف من الكبائر أن تعرض عليه، وكلما عرضت عليه الصغائر أقر بها وهو وجل من الكبائر، حتى إذا عرضت عليه سيئاته الصغائر قال الله: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله! اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول الرجل: إن لي سيئات لم أرها. كان في الأول يخاف أن تعرض ويسكت عنها ويقر بالصغائر، فلما رأى كرم الله وأن الله عز وجل جعل له مكان كل سيئة حسنة، قال: إن لي سيئات لم أرها، يعني الكبائر، رجاء أن يجعل له مكانها حسنات. وهذا من كرم الله على العبد الذي يقبل على الله. فلنجعل قلوبنا مقبلة على الله ونخلص لله، وإذا حصل الزلل فلنتب إلى الله عز وجل، فإن لنا في هذا خيرا عظيما، ولنحذر عدونا فإنه لا يغفل عنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يكفيني وإخواني شر الأشرار، وأن يكفينا شر إبليس، وأن يعيذنا من شرور الشياطين، شياطين الإنس والجن، ومن شرور أنفسنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.